وأكد موصليون أن التغييرات التي روج لها زائر الليل في إدارة محطات الوقود لم تطبق على أرض الواقع، وأنها كانت وسيلة لامتصاص غضب الشارع الموصلي الناقم على مديرية المنتوجات النفطية في المحافظة وهيئة توزيع المنطقة الغربية. وقال موصليون إن حصة نينوى من الوقود كافية، إلا أن عمليات التهريب والبيع في الأسواق السوداء التي تحصل بتواطؤ من شخصيات متنفذة في مديرية المنتوجات النفطية وهيئة توزيع المنطقة الغربية تتسبب بأزمة كبرى في المحافظة، مطالبين بسحب يد المسؤولين عن هذا الملف وإحالتهم إلى التحقيق.